بحال اللي كنقول دائما الاحتفال بالمراه او باليوم العالمي للمطالبه بحقوق المراه خصو يكون كل يوم طول السنه. شكرا على هذه الالتفاته الجميله للمعهد العالي للصحافه بالدار البيضاء والله يرحم الاستاذ طلال. اللي كنبغي نقول ان هذا الشهر مارس اللي كنقولوا لو 8 مارس هو اليوم العالمي للمطالبه بحقوق المراه لان كنطالبوا بها دائما ومازال لو شما ادخلون. المراه ماشي نهار واحد في العام ولكن طول السنه. المرأة ماشي نفس المجتمع ولكن هي المجتمع كله لأن هي الأخت والزوجة والصديقة والزميلة والجارة وكل شيء. كاين بزاف ديال الحوايج اللي ناقصين اليوم وحنا كيكرمونا حنا اون لا شونس أن حنا قدرنا نقراو وقدرنا ندافعوا شوية على المرأة ونكونوا اليوم هنا مكرمات. عندي أنا أون بونسي بزاف ديال النساء في المغرب، عندي بونسي لهذيك المرأة القروية اللي في لاغيغ بي اللي يعني كتفتقد بزاف ديال شروط العيش الكريم. يعني كاين بعض النساء اللي كيفيقوا الصباح كيمشيو يجيبوا الماء للشرب، يعني مازال ما عندهمش الماء للشرب وحنا كنفيقوا الصباح وكنحلوا الروبيني. كنفكر في هذيك الطفله اللي في البوادي وفي لاغيغ بيغي اللي محرومه من التمدرس. كنفكر في هذيك الشابه اللي كتشتغل في المعامل وكتشتغل مزيان تشتغل في المعامل ولكن كتشتغل مثلا في البيوت وفي واحد الظروف اللي مزريه. كنفكر في هذيك الطالبه مثلا الجامعيه ولا في الثانوي ولا اللي كتخدم في شركه اللي كيتحرش بها في جميع الاماكن من ضمنهم حتى في الشارع حتى في وسائل المواصلات وحتى وصل العائله. كنفكر في هذيك الطفله او الشابه المغتصبه اللي ما كينصفهاش القانون لان العقوبات غير رادعه، تغتصب في الشارع تغتصب حتى في البيت من عند الناس كيكونوا اقارب. كنفكر في المرأة المغربية اللي ما شاء الله عليها قرات وصلت واحد المناصب ولكن ما كايناش المناصفة. حنا بغينا النساء المغربيات في مراكز اتحاد القرار، بغينا المناصفة في لي سالير، بغينا المناصفة. ها هي بحال اللي قلتها الله سبحانه وتعالى كرمنا كنساء في الدين ديالنا وفي القرآن. حسن الثاني الله يرحمه كان من الأولين اللي دار مرأة في مراكز القرار وزيره، محمد السادس الله يطول في عمره مدونه 2004 وانا من النساء اللي استفدوا من هذه المدونه لان انا ولادي من زواج مختلط وتمكنوا باش ياخذوا الجنسيه المغربيه. درت بزاف ديال الخطوات ولكن مازال المزيد وشكرا لهاد النساء المكرمات اليوم لان كل وحده فيهم تخصصت في واحد المجال وكتدافع عليه وكتناضل من اجله. والمغرب بحال اللي قلنا راه بني مابقاش نقولوا المغرب رجال ولكن المغرب حتى ديال النساء. وغادي نحل واحد لا بارونتيز وغنحلها لانكم نتوما عارفين انا جوست باسوني دو فوت. تحيه للفريق الوطني المغربي فوالا. ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم وما تنساوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.